حاله تحسيسيه تحت اطار مستهدف نعمه بغديه والاستاذه فاطمه اسدي الى مستشفى لاله سلمى لمحاربه السرطان، وذلك من اجل زياره المرضى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل، وايضا من اجل الاستفاده من اخطار هذا المرض الفتاك وكيفيه التعرف على اخطاره وكيفيه الوقايه منه. كيتحضر فهاد لاباري اللي سميتها لاغوت. هاد لاغوت عندها ان سيستيم كتدخل الدواء لداخل وكتبريباري لداخل، كعندنا ان سيستيم ديال الفونتيلاسيون كيجر داك الريحه ديال الدواء داكشي كتكون شنو تخرج عند بريباراتور. كاين بعض الاطفال اللي كينخلقوا بالسرطان وهما حاملينه في البطن ديالهم. من بين جمله الاسباب الخارجيه كاين التغذيه، عامل من العوامل وليس السبب الرئيسي الوحيد. مدخن من جوج الا ما ماتش بشي سبب واحد اخر، الا زاد له في العمر غادي يموت بسبب السرطان. إيش لي مخري غوبرو الحمد لله الله يجيب الشفاء الحمد لله الله سبحانه وتعالى. وهذا بعض الاطفال هاد الشباب الله يعلي شانهم ويقول انغرام وردوه يوريشيم بيجلانس اكوني لا بحال رايبي بحال الفرماج بحال داكشي انتيردي. هو راه كيكون زوين في الفم كتاكلو كيكون زوين في الفم، ولكن عنده مضار كثيره على الجسم ديال الانسان. والكشف المبكر خص بنادم يعاود يمشي يقلب على الطبيب. وهذه راه حتى حنايا راه كنا طلبه وكنا كنا كنحضروا الماستر، وهذه اشهرين هذه وي دوار الانسان الله يرحم الوالدين اللي بغى الحياه ديالو والحياه والخاطر ديال عائلته كامله. شكون ماشي حنا اللي مرض، راه العائله اللي مريضه، راه خدين ولادنا كيهضروا حنا بايتين هنا وخدين ولادنا بوحدهم والمراه تجري. الوالدين ماتوا الله يرحمهم اللي غادي يعاونوا ولينا يلاه خلصوا حذاري من التدخين. حذاري من التدخين لا اله الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يكون فيكم الخير وزيدكم، الله يكون فيكم الخير وزيدكم.